السلام عليكم ومساء الخير ومساء الخير وكل شيء. اليوم مع المسكينية، اليوم غنقدم لكم واحد تحلية سهلة وزوينة. الله معنا، هيا الله نتوكلوا على الله ونشوفوا المقادير ديالها. والتحلية اصلا كل شيء كيعرفها، غير بغيت اني نحب ونقول بان التحلية هذه عندها بزاف التغييرات، وقد ما غيرتيها وقد ما تفننتي فيها كتجفن. نهاركم سعيد وان شاء الله تكونوا فرحانين وتكونوا نهاركم مبارك سعيد اليوم. شوفوا البنات، انا ملي كنبغي ندير هاد التحليات هادو وهاد زوينه التحليات بصراحه، راه ماشي غير زعما ديك صافي اللي هي حلوه ما غناكلوهاش. انا درت غندير شي حاجه اللي هي مثلا شوغر فري، السكر ما فيها السكر، كيقولوا ما فيها السكر والله اعلم. انا هنايا عندي هاد السيرو، بعدا هذا انا خديتو ديال الخوخ. دابا انا عندي واحد سميتو جبتو ديال، شديت واحد الحكه ديال الخوخ فواكه، وكما قلت لكم وهي راه من اختياري هادشي كله. تقدري ديري الحليب باش تحطي داك البسكوت، هي اصلا غير بسكوت والحليب والكريم شانتيي ولا الفلون وداك الشيء اللي كيديروا. المهم التحليه راه زوينه سهله. انا عندي هذا البسكوت هذا العادي، يا سلام انا نفضلها في بهذا الهناريس اللي كنديروا حنا عندنا. الهناريس زوين، هذاك الهناريس القديم الخضر زوين، كتجيبيه زوين. هذا بسكوت عادي، وكاين واحد البسكوت مدور ديال الليمون. المهم هادو هاد البسكوتات هادو تقدري حتى هما ديريهم هكذا مغيرين. كما قلت لكم ماليهاش اللي درتها بحال دابا انا اللي غنديرها، لازم نتوما ديروها. المهم انا نعطيكم طريقه وانتم تفنوا فيها. انا عندي وجبت عندي وعندي ديك علبه تاعت الفلون تاعت الفاني. المهم هذاك الحليب اللي انا دايره كيغلى، راه غادي تتبعوا الطريقه ديال الفلون. انا سبقت هذاك الفلون، الطريقه كما مكتوبه على العلبه بتاعت الفلون كما غادي ديريها. واللي بغى اكثر راه ديما كتحب ضعف المقادير. والله الا البنات زوينه، راه زوينه التحليات هادو ساهلين، مش لازم خاصك ديري واحد هذا، ديري هذا الكراست هذا، وحتى اللي بغى يدير الكراست هذا اللي بحال كريم تشيز راه كيجي بهذا البسكوت. المهم انا غادي ندير، انا كما قلت لكم انا درت هذا سميتو سبقت انا هذا الفلو. زدت من عندي واحد جوج معلقات ديال الفلو ديال النشا الكورن ستريتش. نشا الذره اللي هو مايزينا، دي واحد جوج معلقات ديال المايزينا غير كت، ماشي لازم كما قلت لكم. انا زدت واحد الكاس اخر على داك القياس ديال العلبه، زدت واحد الكاس اخر من فوق الحليب، بقى لي الحليب وما كنشربش هذاك الحليب بوحدو، فقلت علاش غنضيعو، اللهم نزيدو على الفلون ونعاون بشويه ديال المازينا. ياك البنات، ايوا صافي هادشي اللي كاين. انا كنحب حتى شويه كندير فيها القشور ديال الليمون. عندك الليمون ولا عندك السيترون؟ هذا اللايم، هذا الليمون الاخضر ولا الليمون الاصفر ولا الاورنج اللي هو ليمون برتقال؟ ها القشره ديالهم هما راه معطره في هاد التحليه هذه. شوفوا المهم ها هو البسكوت عادي، شوفوا التحليه شحال سهله. في عوض انا عندي السيرو ديال الفواكه اللي هي مثلا مرقده ولا اش كتقولوا لها. المهم فواكه انا عندي جبت واحد، عندي حكه ديال الخوخ. المهم تقدروا ديروا اي حاجه في هذا، تقدري ديري الحليب، تعاودي الحليب بهذاك السيرو، راهو بهذاك نقولوا حنا اش نقولوا السيرو، نقولوا العصير ديال ولا الماء ديال الفواكه اللي هي في العلب. هو انا اش كان قبل ما تندير هاد السيرو اش كندير البنات، كنشد هاد السيرو كنديرو فواحد الكاسرونه كنغلي وكنحط فيه العطر،
شويه ديال العطر كما كنقول لكم، راه ديما انا عز عليا اليانسون، الزيت ديال اليانسون ولا الزيت ديال اللوز عندي، راه ما كيحيدوش من الكوزينه عندي انا، دو جوج كندير بهم بحال هكذا، وكنخليه حتى كيغلى شي شويه، وكنزيد فيه داك كنعطرو مزيان وكنخليه يبرد وصافي. ملي نعرف روحي كنديرو، خصني كنديرو قبل ما نوجد هذا السيروم مزيان، ما كنلحقش نديرو من هذا سميتو من العلبه ديالو، كنطيبو مزيان وكندير فيه العطر. راه عندي انا العطر ماشي غير عطر عطر، يعني كاين واحد النوع بحال النعناع سميتو العطر، راه سبق ليا وكان عندي واحد النار درت به الشاي اتاي اللي تنقولو حنا اتاي. هاد العطر هذا شفته في عند توانسه تقريبا، عند الليبيين كيديروا به الشاي، زوين 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 هاد العطر، جربوه البنات راه هو بحال نعناع خضر. المهم ونقول لكم واحد الحاجه، دابا انا درت الفلون ياك، حطيتي الفلون على هذاك، حطيها في الثلاجه تبرد وخدمي على الجيلو. هاد الجيلاتينه هادي راه الجيلو هادي راه شوفوا راه كاينه في الالوان كما قلت لكم، راه تفنوا في هاد التحليه كتجي زوينه، طبقات ديالها والله الا كتجي فنه. انا ندير واحد هنايا اصلا تاني، كيف الطريقه ديال هاد الشيء راه مكتوب على العلبه ديال الجيلاتين هذا، واللي بغى اكثر راه كيضاعف المقادير. ها هي دابا بحال دابا هادي راه كدير بحال الكاس ديال الماء السخون كتغلى فيه ولا تحطيه هو غالي، وكتزيدي كاس بارد. شفتوا راه هذاك الفواكه اللي كانوا عندي في العلبه راه حطيتهم في هذاك الجيلاتين. صافي، ومن بعد البنات غندير واحد الطريقه اخرى بجيلاتين احمر، فهمتوا؟ ودو في النهايه ديالها غندير الكريم شانتيه اللي هو انا شريته واتي، هذا تقدروا انتما شفتوها الطبقه ديال الفلون زوينه، قدروا الطبقه الاخيره درتها بالكريم شانتيه اللي هي سهله حتى هي، طريقتها سهله على سميتو. اللي ما عندوش الكريم شانتيه راه يخليها كما هي. هنايا المهم صافي هذا هو، ان شاء الله يعجبكم هذا وتقولوا لي. شوفوا غير خليه شويه كيما كملوا. المهم ها انا كملت هذاك سميتو، انا قويت عليه هو سخون بزاف على الطبقه هذاك، مشى ليا البسكويت منه معناها. المهم انا درت وحده اخرى حمراء وصافي، وهذا درت الكريم شانتيه وها هي تحليتي موجوده. راه المهم انا وريتكم الطريقه كيفاش ديروا ليهم وصافي، وانتم على عينكم ميزانكم، بايلا كتجي زوينه وفنه. يا سلام عليه البنات، جربوها ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وبصحتكم بصحتي وصحتكم، وان شاء الله نتشوفوا في فيديو جديد كل ان شاء الله الصحه وعافيه. انا نغير هنا بالمعلقه عندي، ندير واحد سميتو هذا السباتشولا وصافي. البنات جربوا وقولوا لي عليها، والبسكوت وداك الشيء راه ديروا راه كلشي متنوع. انا حبيت قربتكم واحد الطريقه ديال هاد التحليه، راه كتجي زوينه. هاد الكريم شانتيه حتى هو راه موجود، ونخليكم ان شاء الله نتشوفوا في فيديو جديد، ومع السلامه. يا سلام عليا.